شوفي ماشي بالضروره الا بغيتي تكون ماشي وعاد خص تكون بيناتكم شي حاجه، راه كاينه الصداقه اولا كاينه الاخوه، تقدر تكون بيني وبينه شي حاجه مكسره بعضياتنا، ولكن الصداقه كتخليك تستمر مع الانسان دائما. انا عمري غادي نخسر معاك هذا الحس تاع هذه القضيه ديال زياد، عرفتي علاش كنقول لك حسي حقاش ولات ملي كنت صغير انا كنقول حسي 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 حتى ولات هذا حسي عندي في الدم، ماشي مشكل. انا كنقول لك انا حسي قدام هاد الكاميرا قدام هاد الصحافه كاملين، سمحي لي على الطريقه اللي كنهضر بها، شنو غادي نتزوجوا انا وياك؟ اقسم بالله العلي العظيم ما غادي تعاني معايا، داك النظام اللي كتقولي انه غادي يشوه غادي نقدر نبدل الشكل ديالي ونبدل الطريقه ديالي، ودي شنو راه هضرت معاك مباشره وشكرا، ماشي داك النظام اللي كيبان المهم تعرفوا انا عارف. انا كنقول لك قدام الملأ كاملين نهار غادي تقبل مدى حسن، ماشي غتقبل بيا، قالت لك ما غتقبل بحتى شي واحد، ولكن انا كان واحد النظريه انها غتقبل بيا، نهار غادي نتزوج انا وياها، نهار نخليها ديما فرحانه، نهار نخليها ديما نهار غادي نخليها ديما فرحانه، عمر شي دمعه ما غادي تنزل من عينيها، وانا هادشي كنقولو قدام الناس، راني كنقولها قدام الناس، عمر ندى حسين ما غاتبكي، علاش؟ لان شنو هو الحب؟ الحب هو انك كتخلي الطرف الاخر اللي كتبغي ديما سعيد ديما فرحان، تدخل الدار تلقى فرحان، ولكن انا عندي شروط، الشرط ديالي ما تكون في الدار ما تخدمي مع حتى شي حاجه، حيدي التليفون نهضر، الشرط ديالي انك ما تخدمي ما والو، بقي في الدار لانني كنغير عليك، انا ما بغاش نتزوج. احنا عارفين من هنا مستقبلا انا كنشوف الماضي ديالي، لان المستقبل ديالي دابا انا كنشوف راه مريح معاك وكنشوف النزار ديال 2021 وهاد الحوار اللي كندير انا وندى حسن، ندى حسن اسمعني اش نقول لك، الا انت ما باغيش تزوجي انا راه كنبغيك وباغي نتزوج فيك، اذا في هاد الحاله اللي انت ما باغيهاش شنو غندير تعلم البنات؟ وانا ما قدرتش نساها، كانت الشاد خيتي هادي عيالته قدام في اللايف، ما عنديش مشكل انا قادر نضحي انا على اذا كاين شي تضحيه اكثر من هذه انتم البنات يعني شحال انتم كتقلبوا شي واحد غير يكون غير دير غير بحال النزار السميتي يقدر يضحي بحياته يضحي بالكرامه ديالو يرجع راسه بحال قدام الكبير والصغير على قبل هذا الانسان البريء ولكن هي ما قابلاش بيه علاش علاش انا بحس لا شوف ماشي تنقلل منك ولا تقول لك راه كتبغي ما واش نقلل مني لا حاجه الراجل راه ما كيتعبش هادي كاينه دابا شكون بالك غير انا عندي حياتي عندي بنتي عندي بزاف ديال الحوايج وانا ما عنديش حياتي حياتك هي حياتي سمعني 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 دابا انت الحاجه اللي خايفه منها انا عارفك مناش خايفه الرجال ما فيهم تهكم الرجال ولاد الحرام هكا كتقول لي الدريه اللي ضرب معها خمس سنين فهمتيني سمعني اش نقول انا كنقول لك قدام الكاميرا بحال هكا ملي غادي نتزوج انا ونبدا حسي وغادي تدخل اش كتبكي ولا كتشكي ولا شي حاجه واش غادي تكون مزوجه؟ هذا هو السؤال عند راسك الان هضره تتزوج بوحده ديجا مزوجه انا بغيت وحده مزوجه مستفاد الدنيا ترفعت عليا مادام كتهضر في التليفون سالي وغادي نجاوبها اكبر انتقام عطاني الله سبحانه وتعالى هو انني حديت واحد الانسان اللي مزوجه اه مزوجه عارف. والله الا مزوجه بالله قسما ديك الدريه راه عند الاب ديالها سيدي زهر الله يحفظك السي منير راه بينا نزيدوا في حالتنا راه تبعنا الطرف هادشي اللي ما عرفتش المغاربه علاش بغيتيش تقبلي نزار واش ايوا الشرعي الا عطينا جوج ولا اربعه نزيدوه الثاني انا بغيت نقول للزوج ديالنا هذا حسي يعني طلق مراتك عما قريب الله يجازيك بخير وخليها لي لانني انا ما غاديش نحاول نخسرك كيف ما خسرتي انت لان سمعت بانك ما عندكم مشاكل الامور هذا حسي انا شنو نقول انا ما غاديش نكون عندي الزوج الثاني ديالك لان الدم ديالي مع كل احتراماتي لا لا والله انا ما كنطلبش عشان هي صعيبه هذاك راجلي شويه ديال الدراري ضحكتي 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 ولاد ولاد بغيت نكون منك نسيه انت مت ولادي وانا وبات ولادي ما بغيتش انا كاع نتزوج واش انا دارك دابا نزار صعيب لي انه يتعرف عليها هذه راه الشهره اللي عندي راه نعطيك دابا الواتساب ماشي كاع الواتساب اليزابيل راه التليفون ديالي انا يعني التليفون ديالي راه ما كيسكتش
ورغم ذلك انت اللي اختاريتي من بين الدريات هذو كاملين، انت الوحيده اللي حبيتك من قلبي، انت الوحيده اللي ارتحيت لها. خلوها تهضر. المهم انا بغيت ننزل دموعي ولكن ما قادرش نحكي علاش، لانه كاين انا قدام الناس كاملين ما بغيتش نطيح من القيمه ديالي. علاش انا بزاف ديال الناس كيشوفوني كندير هادشي راه قبل ما تحس كيقولوا لي كلمه اخيرا سيني زاد كيقولوا لي انت طيحتي بالرجوله ديالك، انت طيحتي هادي، انت طيحتي هادي. انا اللي كنت غنطيح بالرجوله ديالي على ود مراتي فراه ما عنديش مشكل، مراتي هادي مستعد اني نضحي على قبلها، وانا كندير معاها واحد الحاجه اللي ما بقاتش كتوقع من كتوقع حاليا. دابا حاليا كتشوف دابا راجل مزوج بمراه وقالس كيهضر وقالس كيخونه ما كيصرفش عليها بزاف ديال الامور. انا مراتي انا مستعد انني نوفر لها بزاف ديال الامور. وراتني واحد التصويره واحد، المهم ماشي مشكل، يعني انا مستعد بانني نخليها غير في الدار، نخليها في الدار انا هي ونسيتي حريوده وبنسه هي بنتي، يعني انا غادي نخدم انا غنضرب. المهم ما تسمعوش ديك ضربت تما راه كيتسحب لكم كنهز الصنادق ولا شحال، انا هذه الحياه ديالي الحمد لله وشويه فهمتيني، يعني مستعد انني غادي نخدم انا على مراتي ونخليها ديما فرحانه. يعني ما عمرني كنقولها ديري هذه ولا ما ديريش هذه، ولكن هي ما بغاتش. علاش؟ قالت لك مزوجه ماشي مشكل، حنا عارفين بانك مزوجه وقلتي لي الدلائل والبرهان بانك مزوجه. غتعطيني واحد الوعد نهار غتطلقي براجل غادي تزوجي بيه وبغيت نطلق، ولكن تما راه عندكم مشاكل، ولكن هاد المشاكل ديالكم راه طول اكثر من القياس. شوفي انا دابا سمعيني قلبك انت الا ما كانش باغي راجل يمكن لك تجي عندي انا راه ما عنديش مشكل، بغيتي تعيشي معايا ماشي مشكل، انا راه ما طامعش فيك باش نوضح لك المساله، وما عنديش علاش نطمع فيك. شنو عندك اللي غنطمع فيك؟ انا الحمد لله يعني راه شوفي الحمد لله قدر نقلب الاعلام كامل على قبلك. بلاتي واحد النقطه ركزوا لي في هاد النقطه هادي، واش انا قدرت نقلب الاعلام كامل على قبل الحب ديالي من جهه حد ندى حس ولا ما قدرتش؟ واش هذا الشيء بحد ذاته واش تضحيه من اجل الحب ولا لا؟ اذا يعني قلت متمسك بالحب ديالي وصلت لهذا الشيء اللي وصلت ليه، ومازال غادي نبقى حتى النهار غادي نضرب الكعب. انا ما يمكنش ما ديرش حدا عمرو 10 ما شافهاش ماشي ضروري نتعاشروا هنا. هذا حسن هذاك المناجر ديال غاسك شو سميتو المناجر؟ اسكت اصاحبي ضربوا بيه كما غنزه قلت لك اسكت اسكت المسلمه المراه اللي فيها 40,000 راجل اللي هي ندى حسن، واش كاينه شي وحده مرضيه الوالدين بلادي؟ غادي نوصل هذه الرساله لغيثم. غادي نوصل واحد الرساله لغيثم ديك اللي كتكون مع الملولي. دابا انت اشنو هي الحاجه اللي خلاتك تعيري ندى ما نقولش حسن، اشنو هي الحاجه اللي خلاتك تعيري ندى وحاسده؟ واش حاسده على الانجازات اللي وصلت لها؟ راه الا وصلت لهذا الشيء اللي وصلت راه برضات الوالدين ما تابعاش بنادم، وانتم تابعينا غير تسمعوا واحد القضيه سيري تزوجي فهمتيني، راه العمر غادي يفوت. ندى حس راه عندها راجل يبقى تابع، واخا ما يبقاوش كاع الرجال اللي زار السبيطه يبقى تابع بحال الظل ديالها، وانت سيري تزوجي بشي واحد اللي غادي يسترك وغادي تخرجي من هاد السوشيال ميديا. باش نوضح لك المساله هذه شكون هذه المعادية ما عاودت؟ يعني كلمة أخيرة سيني زهر بنت واحد المغنية سميتها سحار قبل ما سحار صديقي قبل ما تكنيها صاحبي غنشاروها فهمتيني، هي كتقول يا ربي نزار سميتي جبد سميتي. دابا انت اللي قالت كتجبدي نادا وكتقولي هذه كانت كتعوجي فمك كتعوجي خلاك الله، انت اصلا راكي خاسره وكتزيدي تخسري راسك. اسمعني الا بغيتي تركبي على الموجه ديالنا ديري واحد الانجاز
وزيدي راك بيع الموجه ديالنا، هذا حس راه ما غيوصلها حتى شي واحد لا انت ولا غيرك. وهذه الكلمه الاخيره ديالي، وباش غنختم انا الهضره هذه في هذا المنبر ديال شوف تي في، وانني كنبغي نسلم على حس كلشي كما تيقولي. شكرا ما بغيتش نخرج، باقي شي منبر اخر، باقي ثلاثه الموضوع غير كيتشد. ماشي مشكل نزار، ماشي مشكل صافي معنا. داكور ماشي مشكل. شكرا سي منير، الله يبارك فيك. لا لا خاصني ندير الله يخليك ندير القانون الله يخليك. نزار خذ راحتك حسن. يلا الله منير يلا شوف شوف هذه التصويره هذه صاحبي، ما بغيتيش نصور تمام قال سير بسيط وكلي بينزو بعد بعد شوف وي بينزو بان بان باش تشري بان نادى نادى هذا هو اللي عطانا الشيك هذا هو مول الشيك سير بين يا تصا لا لا ما ديناش ما دام غتكون عجبتي خرج منعيم باش بدي منعيم يلاه سير منعيم صافي صبرت صوري انت العرف اخويا منعيم 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 بلا الفنان ديالي هو جمال ما غبت صافي صافي غتجي بزاف انا فرحان حيد منعيم سير 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 واش سير زكري صورك صاحبي خلاص هكاك صورني ولا سير واش غديتو فنان ولا لا الخدمة ديال السوشيال ميديا هو يوتيوب فيسبوك انستغرام دابا هو هادشي كامل تيديرو غير على قبل زعما الفيديو زعما ماشي هو على قبل الفيديو خدام هو خدام في السوشيال ميديا فهمتي ولكن كيبغي نادا حس بغا يتزوج بها الله يسهل عليه دابا بيني وبينك مثلا واش ماشي زعما نادا حسي سمعت بانه هاد القضيه جابت المشاهد تبعوها المغاربه تيبغى تدخل على الخط ماشي ما فيها القضيه ما فيها لا زواج لا والو لا نادا حسي عجبها عجبها حيت كيدوي بعفويه وحيت كيبغيها ما غاديش تلقى شي واحد اللي يبغيها بحال الفنان السينيزا ولكن المهم هذا الشيء كامل المشاهد المهم هذا الشيء هو يتزوج نزار وهذا حس وبغى يتزوجوا زعما وهي هي اصلا واش مزوجه ولا هي مطلقه على ما اظن مطلقه انت المانجر ديالي انا المانجر ديالي ولا غير انت بان لك كل شيء تيهضر عليه وقلتي راه ندير مانجر ديالي انا كنت مانجر ديالي قبل ما يوصل لهذا الشيء انا اللي وصلت له هذا الشيء شنو معنى ديال مانجر زعما شنو كدير ليه انا مدير الاعمال ديالي كنقابل ليه الباج كنقابل ليه انستغرام كنقابل ليه يوتيوب كتبيع قهوه شنو كتقول الناس اللي تيعايروا ما كاين اللي تيعايروا كاين اللي تيقول لك هادشي هاد خرافي طيحتوا النيفو هادشي هاد الهضره كلها شنو كتقول لا ما كنديوهاش في الانتقادات ديال الناس راه كلشي كتلقى عنده لي ديزلايك كاملين كلشي كينتقدوه واخا ما عرفتش شنو تكون كديرها ينتقدوه ونزار راه كيدير شي حاجه زوينه زعما كيضحك الناس وخالقه في السوشيال ميديا ما كاينلاش الناس يعايروه داكشي دابا ندى جات عنده خصيصا اللي عنده هو ندى وقيله جات تدوز انا ما ظن جات تدوز ويكاند وقيله في هذا الوطيل كلشي اللي عنده هو باش يطلب منها الزواج فاز زعما فيس تو فيس فهمتي زعما بان لي هادشي ما بان لي هادشي الاكادير حتى زعما خرج هذا الموضوع ديال حنا ما عرفناش واش جات فازر ولا جات عند نزار
مثلا ما عرفتش قول لي داك المره داك النهار اللي درت المباراه ما بين نزار واللولي زعما بصراحه حيت ما شفناش الفيديو ما عرفناش شنو وقع شكون اللي كرا العصا هو بصراحه ما غاديش يبان لك شكون اللي كرا العصا لان المقابله ما سالاتش هادشي اللي كاين شكون اللي قول لي شكون انت كنتي حضرت انا كنت حاضر ولكن المقابله ما سالاتش ولكن الروند الثاني كلا نزار العصا مش مشكل داكشي كيبقى في اطار الرياضه صافي الله هادشي اللي كاين تبارك الله عليك بغينا نسمع الصغار الله راه تخو يا لا مش تبع ولا بغيتي ندير البوز طلع طلع من تقول لي اشمن ديالو صحابو اصلا علاش باش كنبغيها انا خليك كنبغيها من قديم هي ما كانتش عارفاني بلي اني كنبغيها هنا هادشي طورته يعني مع انا يوتيوبر وكنشوف شي تصاطي وشي هيستيريا وديك التصاطي وديك الكرامه ديالي اللي كنطيح صرا ما كنتش كتمشي غير هكداك هباء المطوي قلتي هادشي كنت كندير على قبل باش نبين الحس بانني كنبغي وبانني كنحس شي حاجه من جهتي وبانني غادي نضحي على قبل نتمنى كون جاوبتك هاد السؤال نزار باش نقول لك الاخير وعندما نقول لك دابا ملي هي بغيت تلاقي شي انت وياها واش غنكون شي عرس اسطوري ولا شي لعبه بحال هكا صراحه ما عرفتش يعني تلاقيت انا وياها راكم شفتوا يعني بزاف ديال الناس ضربوا عليهم وهادشي بحد ذاته راه مرة كان كيتسنى العرس الاسطوري ديالي بيني وبين الحسن لم نكرهوا الحقيقه العرس اسمه شنو؟ وصلتنا الخبر بانك تشارك انت وياها في العرس واش بصح؟ علاش لا؟ يعني علاش لا يعني الا تزوجنا وكتبنينا باننا غنكونوا ثانوية نقدر نبان لا لا مكاينش مشكل هادشي زيد على ذلك زيد على ذلك كنبغيو كنموتي اسمح لي نهضر اخدم معاها هاي ما ضربني ولا شي حاجه ما نضربك ما لا 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 شنو هو الاحساس ديالك باش اللقاء ديالك اول مره مع الوقت بصراحه انا نزال عادي يعني كنعتبرو صديق جيالي انا غير تعرفت عليه عفوا واش انت موافقه بالزواج بليزا عندي الجواب علاش مزوجه بلاتي بنوضح واحد النقطه دابا الناس اللي كيسمعوا ديك ما باغاش نتزوج بنزار كيتسحب لي واش ما باغاش تزوج بيا انا السيده راه مزوجه السيده راه مزوجه فهمتيني يعني عرفت نوضح لك وعندها مشاكل مع الزوج ديالها وعندي امل انها غادي تطلق هي والزوج ديالها عاد غنرجع لها انا ما عنديش مشكل انا مستعد انني غادي نصبر ما عنديش مشكل عام عامين 3 سنين واخا نصبر انا 11 عام ما عنديش مشكل كيف ما صبرت على 3 سنين مستعد باش نصبر على 11 عام وكيف ما كنحرر نزار بشويه 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 كطور الشخصيه ديالو والكاريزما ديالو انتم عارفين هاد الحاجه هادي مزيان دابا تقول لي انا دابا حسيت راه متزوجه وبنتها راه عندها با وداك با من غادي يطلق انا دابا حسي عاد غادي نتزوج بها انا لا لي في الكلمه ديالها لا شنو كنقول لك تهضر الهضره كيقول لي لا انت سمعتي كل شيء بودنك ثلاث سنين راك تفرج ها الله ناد يلا يلا ناس انا هذا واش غادي نقول لك والله ما عرفتش من تلفت انا تنقول لهم مزوجه واش يقول لك خلاص كنت في صراع مع نزار كنت في صراع مع نزار في الانستغرام وشي حاجه بحال هكا قلت لي اقصى الوجه كيفاش زعما كان لا شوف انا صراحه نعم عزيز انا صراحه كنت انا كنت حبيتي بحكي لا واش شفتي شفتي بلي كاين فاش شفتو كاع ما داش مسطي ولا شي هبي نزار عزيز محمد نطرح واحد السؤال عزيز عزيز نطرح واحد السؤال واش جيتي لاكادي على قبل نزار واش نزار اللي ريزرفا لك في لوطيل انت انا ريزرفيت لها في لوطيل لا صراحه انا بدا كنبغي نشكر الفندق ديال اركانا ديما كيصادفوني ولكن الا صبرت واحد يومين انا مستعد انني غندير اي حاجه بغات دابا هي مريضه ملي جات راه ما كانش انا غادي لا كملي الله يخليك اركانا ديما كنجي كنحوس عندهم ما كنرتاح حتى شي فندق ولكن دابا واش مستعد سينيزار يريزيرفي لك اون سويت رويال حيت نورمالمون دابا عندك اون شومبر دوبل ستوندار كادو في عندك هو مستعد يريزيرفي لك لا سويت مستعد انا عزيز مستعد 3500 درهم سينيزار مستعد هادشي اللي واقع انايا من الساعه تخلصوا شنو غادي نخلصوا علاش غادي نخلصوا علاش نوضح لك المساله هذه اصلا هاد الوطيل يعني من مصلحته انه يديروا لي هاد السبونسور هذا شهر ولا خدينا في الله كمل اللقاء ديال اصاحبي من مصلحته هي هادشي اللي كنهضرو معاه ماشي مشكل يمكن كمل لا شكرا على وجهك هضر انا ندى واش بان لك نزار كيهضر بالمعقول اللي راه تمثيلي لا والله ما حمق
وما كيديرهاش انتيا حيت انا درت مع قبل على طلاقات عرضي تلاقيت انا طلع معايا في الطوموبيل بقينا كنهضروا واش انت باقا موافقه انه وتبداي تشوفيهم كاملين في السوشيال ميديا صافي طورنا دابا قادر نديرو فيديوهات انا جيت اصلا شوف كل واحد عنده ديك اللي صراحه مثلا طارق وفيس البلوغ فيس البلوغ انا بالنسبه هو نمبر 1 بزاف طه كوثر ما وين جماعه عندنا الناس زوينين خليني ندخل راسي شكرا ندى كلمه اخرى ديال الكيفوايه يعني ماشي هذا اللي كنضربوا على اليوم كنقول لهم اجمعين بنادم يعني كيبغي يطلع الانستغرام ديالو بحكم ان بزاف ديال الناس طلعوا الانستغرام ديالهم كنعرفهم شخصيا كنقولوا افضل دينا